أهلا بيكم على جي اس العربي وسلسلة تعليم الرخصة الإيطالية باتنت بي، وموجود معانا ديفينيتيوني جنرالي اي دوفيري نيلوسو دلا سترادا، يعني تعريفات عامة. ديفينيتيوني جنرالي ودوفيري نيلوسو دلا سترادا يعني واجبات استخدام الطريق. ديفينيتيوني جنرالي اي دوفيري نيلوسو دلا سترادا، أول حاجة معانا الطريق أو سترادا أو لا سترادا. لا سترادا هي المساحة المفتوحة أو لاريا أبيرتا اللي هي بتكون مخصصة لنا جميعا أو لاستخدام المشاه بدوني اللي هم بيستخدموا لا سترادا عن طريق حاجتين. أول حاجة هي مارشا بيدي أو رصيف المشاه، وتاني حاجة بتكون اسمها بانكينا وهي قارعة الطريق أو هامش الطريق. وبتكون أيضا الطريق أو الأسترادا بيكون مخصص للدراجين أو الدراجات يعني للبتشيكلات عن طريق حاجة اسمها بيستا تشيكلابيلا. بيستا تشيكلابيلا يعني مسار الدراجات، وكمان بتكون مخصصة للمركبات أو إي فيكولي. والمركبات هي كل المركبات اللي هي بتسير سواء اللي هي بتجر أو بتدفع أو ليها موتور، وهي بتمشي على الطريق أو تستخدم الطريق الأسترادا عن طريق حاجة اسمها كاريجاتا. كاريجاتا اللي هي المكان المخصص لسير المركبات أو إي فيكولي، وبتكون مقسمة إلى حارات للمرور، كل حارة فيهم اسمها كرسية. وإذا كان في أكتر من كاريجاتا في الطريق بيكونوا مفصولين بحاجة اسمها سبارتي ترافيكو، وهو الفاصل الذي يفصل ما بين كاريجاتا وكاريجاتا أخرى، أو طريق مسار للسيارات وطريق مسار للسيارات آخر، ليست فقط السيارات طبعا، كل المركبات. وفي بعد كده معانا ممكن يكون في بعض الطرق في حاجة اسمها كرسية ديمرجنسا، أو يعني إن هي بتكون حارة الطوارئ، يعني لما بيكون في أي طوارئ بتتوقف فيها المركبة. تمام، نشوف الكلام ده مكتوب. فمعانا هنا سترادا، سترادا اللي هي الطريق، فهنا لا سترادا الطريق. اي اوناريا ابيرتا يعني هي مساحة مفتوحة، الا تشيركولاسيون لمرور داي بيدوني المشاه، بدوني المشاه او الراجلين اللي ماشيين على رجليهم. داي انيمالي، انيمالي طبعا حيوانات. داي فيكولي، فيكولي اللي هي المركبات. يبقى هنا لا سترادا اي اوناريا ابيرتا الا تشيركولاسيون داي بيدوني داي انيمالي اي داي فيكولي. può essere a senso unico، ممكن تكون، può essere ممكن تكون، a senso unico، senso unico يعني اتجاه واحد او احادي للسير، او a doppio senso di circolazione او اتجاهين للسير، يعني ممكن الطريق يكون اتجاه واحد فقط يعني رايح فقط، او يكون اتجاهين يعني رايح وجاي. può essere suddivisa، suddivisa يعني مقسمة، in più carreggiate، ممكن تكون مقسمة لأكثر من carreggiata اللي هم بيكون carreggiata وcarreggiata، carreggiate يعني أكثر من carreggiata يعني أكثر من طريق لمسار المركبات، in presenza di uno sparti traffico. وفي الحالة دي طبعا بيكون في حاجة اسمها sparti traffico اللي هي الفاصل الذي يفصل ما بين carreggiata وcarreggiata أخرى. comprende يعني بتشمل، بتشمل إيه بقى الاسترادا؟ بتشمل لك carreggiate riservate a veicoli ed animali، يعني بتشمل الطريق مسار المركبات اللي هو ده اللي هي اسمها carreggiata. طبعا يبقى هنا بتشمل carreggiate اللي هي طرق مسار المركبات بما فيهم طبعا الحيوانات لما بتكون بتجر اي عربه، وكمان بتشمل لبانكينه، لبانكينه ادي مارشا بيدي ريسيرفاتي اي بيدوني، بتشمل البانكينة اللي هي بانكينة قلنا اللي هي قارعة الطريق، وبتشمل كمان مارشا بيدي اللي هي الرصيف، أو لو في أكثر من رصيف مارشا بيدي، كل ده داخل الاسترادا. وكمان بتشمل لبيست تشيكلابيلي يعني اللي هي مسارات الدراجات، لبيست تشيكلابيلي ريسيرفاتي على بيتشيكلات، ريسيرفات اللي هم بيكونوا محجوزين أو موجهين أو مخصصين للدراجات اللي هم بيتشيكلات.
تمام. يبقى هنا الطريق بيشمل كل الأشياء دي، يعني الطريق بيشمل كل حاجة، كل حاجة بتكون فا بارت ديلا سترادا. تمام، نشوف حاجة حاجة فيهم كده بالتفصيل، أو نشوف هنا معانا سترادا اللي هي الطريق. الطريق هو قلنا إن هو بيخدم أكتر من مستخدم. عندنا مثلا هو بيخدم اللي هي فيكولي أنيمالي اللي هي المركبات والحيوانات، في حالة إن هي بتكون بتجر عربات طبعا. يبقى هنا بيكون في المنطقة الخضراء هنا لاريا فيردي اسمها كارريجاتا، تمام. وبيخدم كمان الاسترادا، بتخدم كمان المشاة ايبيدوني. ايبيدوني بيستخدمه اللي هي لاريا ارانشوني او المساحة البرتقالية اللي هي بتكون مقسمة الى مارشابيدي اللي هي رصيف المشاة، او بانكينا اللي هي قارعة الطريق. وكمان بتخدم بتشيكلات، بتشيكلات اللي هي الدراجات، وبتكون هنا في لاريا فوكسيا او في المساحه اللي هي الفوشيا، بتكون هي اسمها بيستا تشيكلابيلي. كل دول داخل لاسترادا. تمام، في بعد كده عندنا هنبدا نتكلم عن حاجه حاجه فيهم. فهنا هنتكلم عن حاجه اسمها كارريجاتا. كارريجاتا زي ما احنا تعرفنا عليها ان هي بتكون المساحه المخصصه لسير المركبات اللي هي كارريجاتا. وقلنا لو في اكتر من كارريجاتا في الطريق، معنى ذلك ان كارريجاتا او لكارريجاتا فا بارت ديلا سترادا. فا بارت ديلا سترادا يعني لكارريجاتا هي جزء من الطريق، تمام. مخصص لمين؟ احنا زي ما احنا قايلين لسه حالا هو مخصص ل اي فيكولي، فيكولي اللي هي العربات او المركبات بشكل عام، ومخصص كمان لانيمالي، انيمالي في حاله ان هي بتكون بتجر عربات. تمام، يبقى هنا دي كارريجاتا. كارريجاتا احنا قلنا ان هي بتكون داخلها حاجه اسمها حارات للمرور او كرسيه. يبقى هنا دي كرسيه ودي 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 كرسيه. تمام، كل دي او كل هؤلاء يعني هم حارات للمرور موجودين داخل لاكارريجاتا او داخل طريق مسار العربات. تمام، كارريجاتا ممكن تكون اسنسونيكو. سنسونيكو يعني احاديه الاتجاه، يعني رايح فقط لا غير. سنسونيكو ممكن تكون ادوبيو سنسو يعني رايح وجاي. تمام، هنا دي كارريجاتا اسنسونيكو، يبقى هنا كارريجاتا اسنسونيكو دي سيركولازيوني يعني سنسونيكو للمرور، سيركولازيوني المرور. وهنا كارريجاتا اسنسونيكو دي سيركولازيوني، هنا كارريجاتا اسنسونيكو دي سيركولازيوني يعني هنا سنسونيكو للمرور. دي كارريجاتا على بعضها ودي كارريجاتا على بعضها، اللي جوه دي كارريجاتا كاملة، دي مش أكتر من واحدة، هي واحدة بس، لأن سبارتي ترافيكو هم عادة يعني بيشيروا ليه باللون الأخضر ده عشان نعرف إن كارريجاتا خلصت، هنا كارريجاتا خلصت، ولكن هنا ده مجرد فاصل، مجرد هنا ستريتشا أو لينيا يعني بتكون موجودة بتفصل ما بين كارريجاتا وكارريجاتا أخرى. فيما بعد طبعا هنعرف إن كل كرسية بتكون هنا دي كرسية ودي كرسية. كرسية لو كانت ما بين الفاصل بينها وبين كرسية أخرى بخط متقطع فده بيسمح للمركبة إن هي تنتقل من هنا لهنا أو العكس، ولكن إذا كان الخط يعني متصل فهي لا تسمح بانتقال المركبة من كرسية لكرسية أخرى. فهنا دي معناها إن هنا المركبة ما تروحش الناحية التانية، وهنا معناها إن المركبة إن هنا كمان ما تروحش الناحية التانية، ولكن كل دي على بعضها هي كارريجاتا. تمام، يبقى الشكل اللي أمامنا ده فيه تلاتة كارريجات. تمام، كارريجاتا وكارريجاتا وكارريجاتا، اتنين منهم فيهم سنسو أونيكو، واحدة أدوبيو سنسو. اوكي، تعالوا نشوف مع بعض ايه هي لا كارريجاتا. يبقى هنا لا كارريجاتا اي لا بارتي ديلا سترادا ديستيناتا آل ترانزيتو داي فيكولي، يعني لا كارريجاتا هي جزء من الطريق، اي لا بارتي ديلا سترادا ديستيناتا موجه او مخصص الى آل ترانزيتو مرور داي فيكولي. فيكولي اللي هي المركبات، يعني هي الجزء من الطريق المخصص الى سير المركبات. هنا ترانزيتو نخلي بالنا ان هو مخصص لسير المركبات وليس لوقوف المركبات. تمام، بو اسر اسنسونيكو، بو اسر اسنسونيكو ممكن ان تكون احاديه الاتجاه او ادوبيو سنسو دي سيركولازيوني، ممكن تكون احاديه الاتجاه زي ما قلنا اسنسونيكو، او ممكن تكون ادوبيو سنسو يعني اتجاه رايح واتجاه جاي دي سيركولازيوني من المرور.
può essere suddivisa in più corsie. ممكن تكون مقسمة لأكثر من كرسية. Suddivisa مقسمة، وقلنا كرسية وكرسية وكرسية وكرسية، وزي ما احنا قلنا قبل كده. تمام؟ فانو بارت ديلا كارجاتا. ايه بقى اللي هو فا بارت ديلا كارجاتا، او اللي هو جزء من كارجاتا؟ تمام؟ يبقى هنا فانو بارت ديلا كارجاتا، طبعا كل الكرسيه، كل الايه احراض المرور، فيما عدا حاره واحده اللي هي بتكون لوقوف المركبات، اللي هي بتكون لكرسيه دي امرجنسا. كرسيه دي امرجنسا هي مخصصه لوقوف المركبات وليس لسير المركبات، يبقى اذا هي ليست بارتي او نون فا بارتي ديلا كاريجاتا، لا هي ليست جزء من لاكاريجاتا. تمام. لي اترافيرسامنتي بيتونالي. لي اترافيرسامنتي بيتونالي يعني عبور المشاة. تمام. المشاة طبعا هيمشوا على مارشا بيدي وهيمشوا على بانكينا، زي ما احنا قلنا رصيف المشاة مارشا بيدي وبانكينا قارعة الطريق، ولكن لما يحبوا يعدوا الشارع هيعدوا منين؟ لازم ان هم يمروا على لاكاريجاتا، يبقى هنا هيمروا من خلال حاجة اسمها لي اترافيرسامنتي بيتونالي، يعني مكان عبور المشاة لازم يعدي على كاريجاتا، يبقى هنا فا بارتي ديلا كاريجاتا. تمام. في عندنا هنا ليا اترافيرسامنتي تشيكلابيلي، كذلك الدراجات او اللي بتشيكلات هيمشوا على حاجه اسمها بيستا تشيكلابيلي، هتكون دي نون فا بارتي ديلا كاريجاتا، دي لوحدها زي ما احنا قلنا، ولكن لما يحبوا يعدوا الطريق هيعملوا ايه؟ لازم يعدوا على لا كاريجاتا، يبقى هنا ليا اترافيرسامنتي تشيكلابيلي او عبور الدراجات. تمام. نون فانو بارتي ديلا كاريجاتا، ليست او ليسوا جزء من الكاريجاتا، اللي هم ايه بقى؟ ما بوسونو افيان كارلا، اللي هم بوسونو افيان كارلا ممكن يكونوا جنبها، ولكن هم نون فانو بارتي ديلا كاريجاتا، اللي هم اول حاجه مارشا بيدي وبانكينا وكمان فيالي بيدونالي. يعني ايه؟ يعني اللي هو مارشا بيدي طبعا ده مخصص للايه؟ البيتوني المشاة، يبقى نون فا بارت ديلا كاريجاتا. تمام. في عندنا كمان بانكينا، والجامع طبعا بانكينا، اللي هم ايه؟ اللي هي قارعات الطريق، نون فا بارت ديلا كاريجاتا، هي ملهاش علاقة بالمركبات خالص. وكمان في بعض الطرق بيكون فيها في النص كده حاجة اسمها فيالي بيدونالي، ان هم الناس بتتمشى فيها، بتمشي كلابها، الكلام ده كله، دي كل الحاجات دي ليست جزء من لاكاريجاتا او نون فانو بارتي ديلا كاريجاتا. كمان في عندنا حاجة اللي هي بيستا تشيكلابيلي، بيستا تشيكلابيلي اللي هي مسارات عبور الدراجات، لو في أي مسار لعبور الدراجات طبعا ليس جزء من لاكاريجاتا أو نون فا بارتي ديلا كاريجاتا. كمان بياتسولي دي سوستا، بياتسولي دي سوستا هي باحات للتوقف، باحات للتوقف بتقف فيها المركبات، طالما هي توقف وسوستا يبقى هي نون فا بارتي ديلا كاريجاتا. تمام. كل الاشياء دي نون فانو بارتي ديلا كاريجاتا، هم فانو بارتي ديلا كاريجاتا كل الكرسيه ما عدا اي كرسيه بنقف فيها زي كرسيه دي ايمرجنسا، دي نون فا بارتي ديلا كاريجاتا. وكمان الحاجات اللي هي العبور نفسها اللي بنعبر عليها سواء اترافيرسامنتي بيدونالي او اترافيرسامنتي تشيكلابلي. تمام. نشوف بعد كده معانا هنا كرسيه، كرسيه قبل ما نشوفها كده، هي كرسية عبارة عن ايه؟ عبارة عن اللي هي جزء من لاكاريجاتا، لاكاريجاتا اللي هي جزء من لاسترادا، يبقى اذا كرسية هي جزء من لاسترادا. تمام. يبقى هنا دي اسمها كرسية، لا كرسية اي اونا بارتي ديلا كاريجاتا، يعني لا كرسية حارة المرور اي اونا بارتي ديلا كاريجاتا، هي جزء من لاكاريجاتا، كي كونسنتي الذي يسمح او التي تسمح لا تشيركولاسيوني، بتسمح بمرور، تشيركولاسيوني مرور، دي اونا سولا فيلا دي فيكولي، يعني بشريط واحد او خط واحد او طابور واحد فقط من فيكولي من المركبات، يعني هنا هيمر خط واحد فقط من المركبات سواء كانت كبيرة أو صغيرة، حتى لو كانت دراجات نارية ما ينفعش إن هما يكونوا أفيانكاتي أو إن هما يمشوا جنب بعض، لأ لازم خط واحد فقط لا غير. يبقى هنا la corsia è una parte della carreggiata che consente la circolazione di una sola fila di veicoli. تمام. è limitata، limitata يعني متحددة، da strisce continue،
او ديسكونتينوي، يعني احنا كرسيا نعرف ان هي خلصت ازاي بالخط ده اللي هو ستريتشا. تمام، ممكن تكون هنا ستريتشا دي تكون كونتينوا او مش كونتينوا او ديسكونتينوا. تمام، يبقى الخط ده او الخطوط اللي هي بتحددها بتكون ستريتشا كونتينوا او ديسكونتينوا. اي ا لارجيتسا مينيما دي 2.80 متري ماسيما دي 4 متري، يعني المساحة ليها اقل مساحة ليها او اقل يعني تقدير ليها ان هي تكون 2 متر و80 سنتي، واكبر تقدير ان هي تكون 4 متر. يبقى هي دي لا كورسيا. تمام، هنا اونا كورسيا، اونا كورسيا سامبر اسنسو اونيكو اي بو اسر، يعني اونا كورسيا حارة مرور واحدة دايما تكون سنسو اونيكو، ما تنفعش تكون رايح جاي، لا سنسو اونيكو بس، حتى ما تاخدش حتى مركبتين مع بعض في نفس الاتجاه مع بعض. يبقى اونا كورسيا هي سامبري السنسو اونيكو، ولكن كارجاتا ممكن تكون دوبيو سنسو، ممكن تكون سنسو اونيكو او دوبيو سنسو لو هي كارجاتا، وسترادا ممكن يكون سنسو اونيكو او دوبيو سنسو، ماشي، ولكن كورسيا سنسو اونيكو. تمام، وبو اسري ممكن تكون دي مارشا، دي مارشا يعني للمرور، بير لا مارشا داي فيكولي يعني مرور العربات او المركبات. دي اتشيلراسيوني، اتشيلراسيوني يعني تسريع بنسرع، اتشيلراسيوني بير كونسنتيري لانجريسو داي فيكولي نلا كاريجاتا، بير كونسنتيري اللي هي بتسمح لانجريسو دخول داي فيكولي دخول المركبات نلا كاريجاتا، دخول المركبات في لكاريجاتا. يبقى دي اتشيلراسيون بيسرعوا عشان يدخلوا لكاريجاتا. تمام، عادة بيكون على طريق سريع او تسترادا او اللي هي استرادا اكسترا اوربانا برينشيبالي، يعني الطرق اللي هي الرئيسية خارج المدن. تمام، وهنا دي ديتشيلراسيوني، ديتشيلراسيوني يعني بنبطأ، اتشيلراسيوني بنسرع وبندخل، ديتشيلراسيوني بنبطأ وبنخرج، احنا كده خارجين من على لا كاريجاتا. تمام، بير كونسنتيري لتسمح il rallentamento، il rallentamento يعني تبطيء، rallentamento dei veicoli تبطيء المركبات in uscita dalla carreggiata، in uscita dalla carreggiata ne خارجة خلاص من الكاريجاتا. دي امرجنسا ممكن تكون كرسية، دي امرجنسا يعني كرسية للطوارئ. بير لا سوستا دي امرجنسا، هنا لوقوف الطوارئ، سوستا دي امرجنسا in caso di guasto او malessere، لما بيكون في guasto يعني عطل في المركبة، او malessere اللي هي بتكون يعني بيكون في اي وعكة صحية عند السائق او اي حد من المعاية لا قدر الله. تمام، هنا عادة بتكون موجودة على الطرق السريعة او على الطرق الرئيسية خارج المدن، في حاجة اسمها كرسية دي امرجنسا. تمام، في بعد كده ممكن تكون ريسيرفاتا، ريسيرفاتا يعني محجوزة أو موجهة لفئة معينة من المركبات، ديستيناتا اسكلوسيفامنت يعني محجوزة أو موجهة اسكلوسيفامنت بشكل خاص، على circolazione لمرور دي اونا particolare categoria دي veicoli، يعني كاتيجوريا معينة فقط هي اللي تقدر تعمل عليها circolazione أو مرور. اسامبيو ممكن يكون تاكسي أو ممكن يكون أوتوبوس مثلا، يعني في أكيد شفنا كلنا إن في مكان بيكون مكتوب عليه بس تاكسي كده أو أوتوبوس، بيكون مرور زحمة جدا بس مفيش ولا مركبة بتاخد الحارة دي، ليه؟ مع إن هي فاضية، لأن هي ما ينفعش إن هما يمشوا فيها عشان هي ريسيرفاتا. ريسيرفاتا هنا بقى إيه؟ لأي تاكسي أو ألي أوتوبوس، هي ريسيرفاتا للتاكسي أو للأوتوبيس. سبيشاليزاتا ممكن تكون كرسية سبيشاليزاتا مخصصة، مخصصة لمانوفرة معينة أو حركة مرور معينة هنعملها، ماشي؟ هنلف مثلا،
Okay? Destinata, موجهة أو مخصصة a determinate manovre, يعني manovre معينة, حركات مرورية معينة. Esempio, sorpasso. Sorpasso يعني إن إحنا نتخطى العربة أو المركبة اللي أمامنا. يعني المركبة بتكون ماشية على اليمين وإحنا نيجي من على الشمال نتخطاها, نسرع ونرجع مرة تانية قدامها على اليمين. الكلام ده اسمه sorpasso. عادة أي كرسية للسورباسو بتكون على الشمال. وسوستا, سوستا يعني للتوقف, تمام؟ زي ما احنا شفنا كرسية دي ميرجنسا, دي مخصصة لحاجة اسمها سوستا, توقف. وممكن تكون سفولتا, سفولتا ان انا الف, الف يمين مثلا, تمام؟ سفولتا هنا اسمها كرسية سبيشاليتزاتا. يبقى هنا في انواع مختلفة من كرسية, زي ما احنا شايفين دي مارجا او دي اتشيلراسيوني او دي ديتشيلراسيوني او دي ميرجنسا او ان هي تكون ريسيرفاتا او ان هي تكون سبيشاليزاتا. هنتعرف على واحده واحده منهم بشكل اكثر. في هنا عندنا الاشكال دي, دي مارشا خلاص, هنا في سياره ماشيه خلاص, اي مركبه بتمشي. او دي سورباسو, سورباسو اللي هي بتكون سبيشاليزاتا, ان انا باجي من هنا من على الشمال وامشي امشي امشي واقوم معديه المركبه الامامي واقوم انا سابقاها. اوكي, وهنا ممكن تكون دي اتشيلراسيوني, ان هنا دي اتشيلراسيوني ان انا اكون داخله على الطريق السريع مثلا, دي اتشيلراسيوني بسرع وبدخل. اوكي, او دي اتشيلراسيوني ببطئ وبخرج. او ان هي تكون ريسيرفاتا, ريسيرفاتا ان هي تكون ريسيرفاتا لكاتيجوريه معينه من اي فيكولي مثلا تاكسي او اوتوبوس, بيكون مكتوب عليها بوس وتاكسي. وهنا ممكن تكون هي سبيشاليزاتا لمانوفرة معينة احنا بنعملها مثلا سفولتا, سفولتا يعني يمين. فهنا بيكون على كرسية, هنا شايفين فيه هنا سهم ان هي رايحة يمين, ان هي اللي عايز يلف هيقف عليها, فهنا دي كرسية سبيشاليزاتا, تمام. وفي عندنا هنا في كرسية بتكون مخصصة للتوقف اللي هو اس او اس, يعني بيكون في توقف, تمام. لكرسية possono essere vietate a taluni tipi di veicoli, يعني le corsie اللي هي حارات المرور possono essere vietate, ممكن يكونوا ممنوعين, vietate a taluni tipi di veicoli, لبعض انواع المركبات او i veicoli, تمام. l'ente proprietario della strada, l'ente proprietario della strada الهيئه المالكه للطريق, كل طريق بيكون لي ente يعني هيئه, proprietario مالكه. Può imporre, ممكن هي تقر, che أنه su una corsia, على واحدة حارة مرور, corsia, i veicoli, المركبات, transitino, يعني بيمروا ad una velocità minima obbligatoria, إن المركبات تمر بحد أدنى للسرعة, يعني ما تقلش عن الحد ده, يعني l'ente proprietario della strada ممكن تقر الكلام ده. Non è vero, ليس صحيح, che non può mai essere attraversata dai pedoni, ليس صحيح أنها لا يمكن أن تتخطى أبدا من قبل الراجلين أو الناس ماشيين على رجليهم. ده طبعا غلط, لأن أنا هعدي إزاي الشارع؟ ما أنا لازم أمر على لاكاريجاتا وبالتالي همر على لاكورسي عشان أعدي الناحية التانية. أو كي أنه سو أونا ستيسا كورسيا, على نفس أونا ستيسا corsia, نفس la corsia, نفس حارة المرور. possono circolare, possono circolare, يعني ممكن يمروا affiancati جنب بعض. due motocicli, اتنين motocicli اللي هي دراجات بخارية مرتفعة السعة الحرارية, او due ciclomotori او دراجات بخارية منخفضة السعة الحرارية. ما ينفعش ابدا ان هم يمروا جنب بعض افيانكاتي, على نفس السيسه كرسيه او على نفس حاره المرور, لان كرسيه هي معموله لخط واحد او اونا سولا فيلا داي فيكولي, من المركبات ايا كانت المركبات دي وايا كان حجمها, تمام. كرسيه دي اتشيلراسيوني يعني حاره التسريع, accelerazione تسريع, accelerazione داخلين على الطريق بنسرع. La corsia di accelerazione viene utilizzata per aumentare la velocità dei veicoli, يعني بنعلي من سرعة المركبة.
او المركبات اللي هم فيكولي ك effettuano اللي هم بينتهوا l'ingresso الدخول in una carreggiata اللي هم بينتهوا الدخول في una carreggiata in autostrada على الطريق السريع او su strade extraurbane principali يعني الطرق السريعة خارج المدن. Ad esempio, على سبيل المثال, quando si proviene لما يكون حد جاي او احنا جايين da un'altra strada من طريق اخر او da un'area di servizio او منطقة للخدمات, منطقة الخدمات اللي بيكون فيها ممكن بنزين, ممكن مطاعم, منطقة للخدمات area di servizio. Nella corsia di accelerazione sono vietati la sosta e del sorpasso في على الكرسية دي اكسلراسيون طبعا ممنوع على سوستا ما ينفعش حد يكون طالع بيسرع السرعه بتاعته ويقف مره واحده فيعطل المكان ما ينفعش اوكي وما ينفعش يعمل كمان سور باسو يعدي العربيه اللي قدامه ويعمل غرزه ويعدي ده كمان ما ينفعش يعني هنا ايه لا يجوز هو بيبدا ياخد سرعته عشان يطلع على طريق سريع فيكون نفس سرعه العربيات فهي تمهيد ان هو ياخد السرعه تمام. عندنا بعد كده عكسها كرسية تانية اسمها كرسية دي decelerazione. decelerazione يعني بنبطأ ونازلين خارجين اوكي يبقى هنا لا كرسية دي decelerazione اللي هي كرسية decelerazione اللي هي للتبطيء viene utilizzata بتستخدم per rallentare rallentare ان احنا نبطأ i veicoli veicoli اللي هي مركبات che effettuano اللي هم بينتهوا l'uscita الخروج da una carreggiata من una carreggiata من مسار للسيارات او da una strada a precedenza او من طريق لطريق اخر احنا خارجين من الطريق يعني ad esempio على سبيل المثال serve per uscire dalla carreggiata dell'autostrada ed entrare in una strada secondaria o in un'area di servizio يعني على سبيل المثال احنا بنخرج بيها بنعمل uscita او serve per uscire ان احنا نخرج بيها dalla carreggiata dell'autostrada من la carreggiata اللي هي بتكون الطريق السريع autostrada per entrare عشان ندخل una strada secondaria ندخل strada secondaria طريق ثانوي او ندخل un'area اللي هي منطقة دي سيرفيزيو للخدمات nella corsia di decelerazione على la corsia di decelerazione طبعا ممنوع vietati sono vietati la sosta الوقوف e del sorpasso وتخطي المركبات وهنا مارشا بيدي يعني رصيف المشاة طبعا احنا قلنا من الاول خالص ان هو مخصص للراجلين او اي بيتوني اللي ماشيين على ارجلهم او المشاة il marciapiede è una parte della strada طبعا هو جزء من الطريق طبيعي كل ده كل الحاجات دي كلها هم parte della strada تمام al di fuori della carreggiata طبعا هو خارج الكارجيوتا هو ليش علاقه خالص بالكارجيوتا الكارجيوتا هي خاصه بالمركبات اي فيكولي او في او لو كان في حيوانات هي بتكون مركبات نفسها rialzata هي مرتفعه مرفوعه شويه عن الطريق او delimitata او ممكن تكون متحدده in un altro modo ممكن ما تكونش مرتفعه بس تكون متحدده باي شكل تاني e riservata ai pedoni ومخصصة لمين i pedoni الراجلين او المشاة consente بتسمح la sosta dei veicoli بتسمح la sosta dei veicoli بس solo فقط solo فقط in presenza di apposite strisce di parcheggio لما بيكون في apposite strisce يعني بيكون في خطوط معينة apposite strisce di parcheggio للركن parcheggio non è vero ليس صحيح che è riservata ai pedoni e ai veicoli in sosta ان هي بتكون مخصصة لبيدوني وveicoli in sosta والعربيات اللي هي بتقف او المركبات اللي هي ان هي تقف للتوقف qualora non sia rialzata لما بتكون مش مرتفعة او غير مرتفعة او che è consentita la sosta dei ciclomotori او ان هي حتى بتسمح بتوقف او وقوف ciclomotori الدرجات البخارية المنخفضة السرعة الحرارية لا هي فقط مخصصة لشيء واحد بس لمستخدم واحد فقط للشارع اللي هو اسمه او هم اسمهم i pedoni اللي هم الراجلين ماشيين على رجليهم المشاة ماشي
في حالات معينة لما بيكون في a positive stretch فقط لا غير solo، في الحالة دي ممكن يكون في ركن أو في باركيتشو. إذا كانوا دول موجودين مش موجودين فهي مخصصة فقط للمشاة ومش مخصصة لأي حاجة تانية. تمام. بانكينا، بانكينا اللي هي قارعة الطريق. تاني نعرف هنا احنا خدنا كاريجاتا، كاريجاتا اللي هي بتنقسم لكرسية، ماشي دي كرسية ودي كرسية. بره لكاريجاتا بقى فيه عندنا خط كده متصل وهنا في خط متصل. يعني ايه خط متصل؟ يعني ما ينفعش حاجة هنا تخرج بره، ماشي. بره الخط المتصل الابيض ده في هنا حتة كده، الحتة دي اسمها بانكينا، قارعة الطريق او هامش الطريق. هي بتوجد على هامش لكاريجاتا، تمام، على هامش اللي هو مسار المركبات، ولكنها مخصصة لمين؟ لإيبيدوني فقط لا غير، غير مخصصة لأي توقف لأي نوع من أنواع المركبات، غير مخصصة حتى لأي عطل لأي إمرجنسة، ملهاش أي علاقة بأي مركبة ولا بأي ترانزيت ولا حتى حد عايز ينزل حد يطلع حد، مفيش أي كلام من ده. يبقى هنا بانكينا، لا بانكينا اي اونا بارتي ديلا سترادا، هي جزء من الاسترادا طبعا. بوستا ال دي فوري ديلا كاريجاتا، موجوده ال دي فوري ديلا كاريجاتا. كويندي اذا سستتويتا اولتر لا لينيا بيانكا كونتينوا دي مارجين ديلا كاريجاتا، هنا بتكون هنا بعد ايه لا لينيا اللي هي بيانكا كونتينوا اللي هي بره لا كاريجاتا. تمام. ديستيناتا، ديستيناتا يعني مخصصة موجهة إلى على تشيركولاتيون لمرور، هو مرور بس مرور مين؟ داي بيدوني، بيدوني الناس الراجلين اللي ماشيين على رجليهم، المشاة. إنون كونسنت ولا تسمح، دي نورمة في العادي، الترانزيتو، الترانزيتو مرور، مرور مين بقى؟ إكويندي نيانكي لا سوستا، وطبعا نيانكي لا سوستا بتاعت مين؟ اللي هي أي فيكول، يعني ما تنفعش أي فيكول يعمل أي حاجة فيها، ولا سوستا ولا تيركولاسيوني أو ترانزيتو. تمام؟ أوكي. بعد كده في عندنا هنا اترافيرسامينتو بيدونالي، اترافيرسامينتو بيدونالي اللي هو طريق اللي هو عبور المشاة، اترافيرسامينتو بيدونالي. اي اونا بارت ديلا كاريجاتا، هو جزء من الكاريجاتا، لان احنا هنعدي ازاي؟ لازم نمر على كاريجاتا، وبالتالي هنمر على كرسي. تمام؟ يبقى هنا اي اونا بارت ديلا كاريجاتا اي كويندي ديلا سترادا، وبالتالي جزء من الشارع. سينيالاتا بتتعلم كون ستريتشي بيانكي، عن طريق ستريتشي بيانكي خطوط بيضاء. باراليلي، باراليلي يعني متوازية، ستريتشي بيدونالي ساعات بنطلق عليها اسم ستريتشي بيدونالي خطوط اللي هي المشاة. In cui i veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che attraversano. عليها i veicoli, veicoli اللي هي المركبات devono dare la precedenza، لازم يدوا la precedenza الأولوية الأحقية ai pedoni للناس che attraversano اللي هم بيعدوا طريقها. سو دي اتسا عليها افيتاتا لا فيرماتا، ممنوع لا فيرماتا، لا فيرماتا ان انا اقف وقت قصير، يعني وقت قصير انا بداخل المركبه بنزل واحد صاحبي بطلع واحد صاحبي، لا ما ينفعش ان انا اعمل لا فيرماتا. سوستا بقى ان انا اقف خالص وانزل من المركبه واقفلها بالمفتاح، خلاص دي اسمها سوستا. فيرماتا ان اتوقف، انما سوستا اللي هي الوقوف بشكل دائم يعني بشكل طويل. يبقى هنا سودياسا فيتاتا لا فيرماتا، ممنوع لا فيرماتا، وبالتالي كويندي لا سوستا، بالتالي لا سوستا داي فيكولي، ممنوع ان هم يقفوا او يتوقفوا. تمام. ايزولا دي ترافيكو اي اونا بارتي ديلا كاريجاتا e quindi della strada، طبعا هي parte della carreggiata، هي جزء من la carreggiata، وبالتالي هي جزء من la strada. evidenziata يعني بتحدد او بتبينها عن طريق mediante zebrature، zebrature اللي هي الخطوط اللي بتشبه خطوط الحمار الوحشي، zebrature هي دي. اوكي. دي colore bianco بيكون لونها ابيض. e delimitata، delimitata بره بقى هنا، ماشي، يعني هنا evidenziata جوه اللي هي بتتعلم، انما delimitata اللي هي بتتحدد من بره من الخارج. delimitata da strisce bianche continue، عن طريق strisce bianche continue خطوط بيضاء يعني مستمره غير متقطعه. دي raccordo، تمام، هي دي.
serve a facilitare l'incanalmento lo huwa il tadaffuq al mururi, tadaffuq incanalmento dei veicoli, yani tadaffuq il markabat verso varie direzioni. Yani ايه يعني عندنا مركبة A هنا ده اتجاهها، مركبة B ده اتجاهها، مركبة G ده اتجاهها. فهنا ده عبارة عن تدفق مروري، أو إن هي كل واحد فيهم اسمه إنكانالمنتو، كل مركبة ليها طريق. فهنا هي بتعمل إيه؟ فاتشيليتا، هي يعني بتعمل ده، هو وظيفتها إن هي سيرفي أفاتشيليتار الإنكانالمنتو ده فيكولي فيرسو فاري ديريزيوني، لما بيكون رايحين لفاري ديريزيوني يعني اتجاهات مختلفة، فاري ديريزيوني. اوكي بو استر ارازو، ممكن تكون ارازو يعني على نفس مستوى الطريق. ديبينتا سول بيانو سترادالي، ديبينتا يعني مرسومه، سول بيانو سترادالي على نفس مستوى الايه الطريق او الشارع. ديبينتا سول بيانو سترادالي اللي هي ارازو، او ان ريليفو، او ان ريليفو يعني مرتفع، تكون مرتفعه شويه، ريالزاتا سيريا الزاتا إذا كانت مرتفعة، بريشيدوتا بتكون مسبقة قبليها، دا زبراتورة هنا بقى زبراتورة بتكون قبليها ما بتكونش فوقيها، اللي هي فوقيها أول، دي في حالة إن هي بتكون أرازو أو ديبينتا سول بيانو سترادالي على نفس مستوى الشارع مرسومة، لما بتكون مرتفعة بتكون بريشيدوتا بالإيه بزبراتورة بالخطوط اللي هي خطوط الحمار الوحشي، دي كولوري بيانكو لونها أبيض. سو دي أسا عليها إيفيتاتو مارشار أو سوستاري، طبعا ممنوع إن إحنا هنمشي عليها وهنقف عليها، لأن هي كده مش هتعرف تسهل التدفق المروري، مش هتعرف تمارس عملها، فبالتالي ممنوع عليها سواء المرور او التوقف. تمام، في عندنا حاجه اسمها سالفا جنت، سالفا جنت، سالفا يعني يحمي، جنت اللي هم الناس، يعني هو بيحمي الناس، بيقي الناس من ايه بقى؟ من حاجتين، يا اما هم بيعدوا الطريق ففي النص بيقفوا شويه بدل ايه قبل ما يكملوا وبعدين يكملوا، فهنا هم حماهم ان هم يكملوا الطريق مره واحده فيتعرضوا لاي اخطار لا قدر الله، ده في حاله طبعا وجود اترافيرسامنتو بيدوناله، ماشي، او ان هو بيحميهم لما بيكونوا بيركبوا مواصله طالعين من طالعينها او نازلين منها. هنشوف الكلام ده، يبقى هنا سالفاجينتي، ايل سالفاجينتي، اوكي، ايه هو il salvagente؟ è una parte della strada rialzata، هو جزء من الطريق rialzata مرتفعة، destinata al riparo o alla sosta dei pedoni، يعني destinato موجه al riparo لحماية او alla sosta او للتوقف dei pedoni، pedoni اللي هم الراجلين المشاة ماشيين على رجليهم، che attraversano la strada اللي هم بيعدوا الطريق ستيستا طبعا نفس الطريق، ان كورريسبوندنس في حاله وجود دي اترافيرسامنتي بيدونالي طبعا حاله وجود عبور للمشاه، او ان او دي فيرمات دي ترسبورتي بوبليتي، او في محطات اللي هي محطات الايه ترسبورتي بوبليتي اللي هي الوسائل النقل العام. فاتشيليتا بتسهل ايه بقى؟ لا صاليتا الصعود ولا ديشيزا، طبعا مش معقول هتكون المركبات ماشيه وانا نازله وطالعه في الاوتوبوس ولا في الفيلوبوس او في الترام، لا ما ينفعش، فانا بنزل على ارض صلبه، حته صلبه واثقه ان ما فيش اي مركبه ممكن تيجي عليها، فهنا ده امان ليا. اوكي، يبقى هنا فاتشيليتا لا صاليتا الا ديشيزا، الصعود والهبوط داي باسيجيري للايه؟ اللي هم الركاب، ده ترام من ترام سواء كان ترام او فيلوبوس، فيلوبوس اللي هو الاتوبيس اللي فيه سلك فوق، او اوتوبوس او الاتوبيس العادي. بو استر ممكن تكون سينيالاتو، بو استر سينيالاتو اللي هيكون متعلم، يعني متعلم ده كولينينا، كولينينا اللي هي بتبقى اعمده صغننه، كولينينا لومينوزي يعني مضيئه، الوتشي جالا فيسا باضاءه صفراء فيستا ثابتة، يعني ممكن نلاقي دي كولينينا مثلا على سبيل المثال، دي كولينينا لونها ايه او فيها ايه لوتش جالا فيستا، يعني طبعا لوميناسا يعني مضيئة بلوتش جالا فيستا، دي ممكن تكون علامة للسالفا جنت، بو اسر طبعا. تمام،
في عندنا بعد كده تقاطع. التقاطع اسمه لاسمين، يا اما اسم اسمه انترسيسيون يعني تقاطع، او انكروتشو. انكروتشو يعني تقاطع، انترسيسيون انكروتشو. عندنا نوعين، نوع بيبقى على نفس مستوى الطريق ونوع بيبقى على مستويات مختلفه. نفس مستوى الطريق ده اسمه ارازو، او allo stesso piano يعني نفس الطريق، بيانو يعني نفس البيانو، نفس المستوى يعني. Intersezione او incrocio a raso. هو ايه بقى الانترسيسيون a raso او التقاطع على نفس الطريق؟ اي اون انترسيسيون هو عباره عن انترسيسيون او ممكن incrocio الاثنين صح، دي due او più strade poste allo stesso livello، على طريقين او اكتر مالهم بقى poste موجودين allo stesso livello على نفس المستوى، يعني دي استرادة ودي استرادة ماشي، على الأقل اتنين أو تقاطع يعني على الأقل اتنين، ممكن يكون أكتر طبعا. فبالتالي زي ما احنا شايفين كده ان هو على نفس المستوى، فالموضوع شوية خطر يعني، ممكن حد يعدي من هنا وفي نفس الوقت يكون حد بيعدي من هنا. حتى لو كانت ده شرطه خضرة أو ليه الأولوية أو كده، لازم ياخد باله، أكيد لازم ياخد باله، لأن احنا على نفس المستوى، فحتى لو غيري غلط فالغلطة هتكون كبيرة، فلازم اخد بالي تمام. فهنا ريكيدي دي فار اتنسيون، لازم ناخد بالنا جدا. اي فيكولي للمركبين، المركبات بروفينينتي اللي هم بيكونوا جايين دالستراده كي سي انكروتشانو، من الاستراده الطرق او الشوارع اللي هم سي انكروتشانو اللي هم بيتقاطعوا مع بعض. ناخد بالنا جدا، عينينا في وسط راسنا زي ما بنقول، لان احنا موجودين في انكروتشو ارازو او allo stesso piano. بو اسره ممكن تكون ريجولاتا دا سيمافورو، ممكن تكون متنظمة عن طريق سيمافورو، عن طريق إشارة مرور، ولكن في كل الأحوال لازم نكون عندنا توخي الحذر. انترسيسيوني يعني تقاطع، أو انكروتشو أليفيلي سفالساتي، أليفيلي سفالساتي يعني مستويات مختلفة، أليفيلي سفالساتي ده نوع تاني من أنواع الانكروتشو أو من أنواع الانترسيسيوني تمام. هنا بقى الانترسيسيوني أليفيلي سفالساتي إي أون انترسيسيوني دي دوي أو بيو سترادة سيتواتة أد ألتيتس ديفيرسة. طبعا أي انترسيسيوني هو بيكون يا إما اتنين سترادة أو أكتر، دوي أو بيو سترادة. هنا التانيين كانوا ألو ستيسو بيانو ماشي، او ارازو اللي هم على نفس المستوى على الستيسو بيانو. هنا بقى على موجودين بقى اد التيست ديفيرس، التيست ديفيرس يعني يعني ارتفاعات مختلفه. ايل كولجامنتو فرا كويست استرادا افيني، اللي هو الارتباط ما بين الشوارع دي هيكون ازاي؟ افيني اترافيرسو انفراستركتوره، انفراستركتوره يعني البنيات التحتيه، كوالي رامبي، رامبي اللي هي منحدرات، او سوفرا باسي، سوفرا باسي يعني يعني ممرات علوية، أو سوتو باسي أو ممرات سفلية تمام. زي ما احنا شايفين هنا في ناس بتعدي من فوق وفي ناس بتعدي من تحت، في تسهيل للحركة المرورية أو في إن أنا أتخطى الطريق ده، يعني بتخطاه زي كباري كده فوق بعض أوكي، فأنا هنا بتخطاها أو جسور فوق بعض تمام. فهنا ايه بتخطى انا التقاطعات بتبقى عندي فوق وتحت ماشي، فهنا بالتالي بتكون يعني نسبة المخاطرة اقل، ان احنا مش بنكون بنلتقي بشكل مباشر. facilita la circolazione يعني بيسهل حركة المرور. perché esclude لانه بيتجنب l'incrocio diretto يعني بيتجنب الالتقاء المباشر او التقاطع المباشر، l'incrocio diretto fra i veicoli طبعا ما بين المركبات. non è vero ليس صحيح che non valgono i limiti massimi generali di velocità، طبعا ليس صحيح ان هم لا يتبعون i limiti massimi generali di velocità، ان هم ما بيتبعوش او لا يتبعون الحد الاقصى للسرعه، معنى ان هم تقاطعات مش معنى ان هم ليهم اي علاقه بالسرعه، السرعه ده موضوع تاني مش تبعنا تماما، هم بس يعني نوع اخر من التقاطعات. عندنا تقاطع ارازو او allo stesso piano، وفي تقاطع تاني اللي هو ليفيلي سفالساتي او ليفلات مختلفه او على مستويات مختلفه. زونا ترافيكو ليميتاتو، زونا ترافيكو ليميتاتو يعني منطقه بيكون فيها المرور محدود، محدود وليس ممنوع، ليميتاتو. وساعات بيكون اختصارها طبعا زيتا تيال،
ZTL اختصار للزona traffico limitato. Zona a traffico limitato, la zona a traffico limitato è un'area, منطقة, in cui فيها l'accesso, l'accesso e دخول e la circolazione o il مرور sono limitati, محدودين, ad ore, بساعات o giorni prestabiliti او ايام محددة o a particolari categorie او le categorie particolari اللي هي فئات محددة من مين بقى دي utenti utenti اللي هم المستخدمين او ادي veicoli يعني ايه يعني ممكن يكون المرور فيها بيكون محدود من الساعة كذا للساعة كذا ما ينفعش ان يدخلها اي مركبات مثلا في ساعات معينة او يدخلها كاتيجورية معينة او في ايام معينة زي ايه مثلا ان انا اقول الناس اللي سكان المنطقة بس هم اللي ممكن ينفعوا يدخلوا في اوقات معينة غيرهم ما ينفعش يدخل يعني او انواع معينة من العربات هي اللي ينفع تدخل دون غيرها تمام طبعا احنا بنلاقي الكلام ده كتير جدا يعني مثلا بنلاقي عند الكولوسيو في روما في ايام مثلا سابات ودومانيكا ممكن تكون مقفولة خالص وبيكون فيها الناس بيجروا وبيمشوا مش عارفة ايه ومفيش ولا مركبة بتعدي لان هنا خلاص في اليوم ده ممنوع المرور فيها فأي حاجات كتيرة حاجات كتيرة وساعات بتلاقي انواع معينة من المركبات فقط هي اللي بتدخل ديليميتاتا ديليميتاتا يعني متحددة ده ابوزيتي سينيالي يعني بسينيالي معينة او علامات معينة اللي هي دي اسمها سينيالي سترادالي سينيال استرادالي اللي هي علامات الايه الطريق يعني علامات المرور بتاعت الطريق ده ابوزيت سينيال استرادالي دي انيتيو اي فين طبعا في اولها واخرها لازم اعرف الراجل اللي سايق المركبه ان الحته دي ما ينفعش يدخل فيها في اليوم ده او في الساعه دي تمام نون اي فيرو ليس صحيح كي سيمبري فيتاتا ال ترانزيتو داي فييكولي ا موتوري يعني طبعا مش صحيح ان هي دايما سيمبري لا سيمبري لا هي ليميتاتا بس مش ممنوع فيتاتا ال ترانزيتو ممنوع المرور فيها داي فييكولي ا موتوري ان هي كل اي فييكولو او اي عربه او اي مركبه ليها موتور ان هي ما ينفعش تدخل ده غير صحيح اريا بيدوناري أريا بيدوناله من الاسم معناها ان هي منطقة مخصصة للراجلين او اي بيدوني او الناس اللي ماشية على رجليها يبقى هنا الاريا بيدوناله اي اونا زونا ديستيناتا ال ترانزيتو دي بيدوني يعني هي منطقة مخصصة زونا ديستيناتا للمرور او لمرور ال ترانزيتو دي بيدوني مرور الراجلين او الناس اللي ماشي على رجليها ادي ديليميتاتا وبتكون محددة متعلمها يعني دا ابوزيتي سينيالي سترادالي دي انيتيو اي فين يعني متحددة بسينيالي سترادالي معينة اللي هي ابوزيتي سينيالي سترادالي اللي هي دي اوكي الشكل ده ماشي وبيكونوا في الاول وفي الاخر دي انيتيو اي فين في الاول وفي الاخر عشان نعرف ان هي دي لاريا بيدوناله وهنا اولتر اي بيدوني possono circolare غير اولتر غير يعني اي بيدوني غير الراجلين او الناس اللي ماشيه على رجليها possono circolare ممكن يمروا كمان مين بتشيكليت بتشيكليت اللي هي الدراجات بتشيكليت تمام وممكن يمروا كمان اي veicoli al servizio di persone diversamente abili يعني اللي هي المركبات اي veicoli اللي هي al servizio اللي هي بتكون في خدمة مين بقى دي persone diversamente abili اللي هم الناس ذوي الاحتياجات الخاصة veicoli in servizio di emergenza وكمان المركبات اللي بتكون في حالة الطوارئ طبعا لو في اي حالة طوارئ من حقهم ان هم يعدوا حتى لو كان ممنوع ان كل veicoli يعدوا ولكن في حالة طوارئ emergenza زي ايه polizia polizia يعني البوليس وممكن يكون فيجيلي ديل فوكو فيجيلي ديل فوكو المطافي طبعا لازم تعدي واوتو امبولانسا اوتو امبولانسا او اوتو امبولانس اللي هي في الجمع يعني سيارات الاسعاف طبعا اكيد ان هي لازم تعدي ولكن كل دول سواء بوليسيا او فيجيلي ديل فوكو او اوتو امبولانس كل دول لازم يعدوا في اثناء خدمتهم يعني ايه خدمتهم يعني يكون في سيرينا كون سيرينا سيرينا اللي هي صوت
sirena, sirena e luce lampeggiante blu. Luce lampeggiante blu, yani bikundu azraq mutaqatta, in funzione. In funzione, yani shagalin. Ma'na zalik in sayara di fil khidma, mawjuda athna' al hamal. Tamam? Altre categorie di veicoli. Mumkin ta'addi altre categorie di veicoli, yani anwa' okhra min al markabat, se law espressamente consentito, law kan masmuh. تمام ad esempio على سبيل المثال i veicoli اللي هي المركبات ad emissione zero ad emissione zero يعني بتكون ليها الانبعاث صفر ما فيش ليها دخان يعني اللي هي بتكون كهربائيه الكتريكي تمام يبقى هي دي الاريا بيدونالي زي ما احنا شايفين بيكون فيها سينيال استرادالي اللي هي بتكون في الاول وفي الاخر تمام وكمان بيكون بيعدي فيها ايبيدوني هي ديستيناتا اصلا ديستيناتا يعني موجهه او مخصصه ال ترانزيتو دي بيدوني يعني بيدوني هم اللي بيعدوا فيها وممكن كمان لبتشيكلات اللي هي الدراجات وممكن كمان العربات الخاصه بالسيرفيتسيو دي بيرسوني diversamente abili اللي هي بتكون ذوي الاحتياجات الخاصه وممكن كمان العربات اللي بتكون في ايمرجنسا او في حاله الطوارئ زي بوليسيا وفيجي ديل فوكو واوتو امبولانس ولكن لازم يكون في سيرينا يعني صوت السيرينا ويكون في كمان لوتش لامبيجانت بلو يعني ضوء ازرق متقطع كل دول يكونوا ان فونسيوني يعني شغالين وممكن يعدي التر كاتيجوريه كمان اللي هي لو كانت طبعا سي سي لو كانت اسبريسامنت كونسنتيتا لو كانت مسموح لها زي العربيات الكهربائية او اللي هي بيتقال عليها اميسيوني زيرو يعني الانبعاث بيكون فيها صفر باستو كارابيلي باستو كارابيلي باستو كارابيلي يعني ملكية خاصة او مدخل خاص يعني هنا في حد مثلا في بيته عنده باستو اوتو يعني عنده مكان ان هو يركن فيه او في جراج فكل دي ملكيات خاصه او بروبريتا بريفات طبعا ما ينفعش ان في حد يقف قدامها ويعمل حاجه اسمها سوستا يعني ياخد مفتاحه معاه ويمشي يركن ركن تام ولكن ممكن يعمل فرماتا بحيث ان هو يكون موجود بداخلها وبحيث ان هو بيعمل حاجه سريعه بينزل حد بيطلع حد بيعمل حاجه سريعه وبالتالي لو اي حد جه من اصحاب الملكيه الخاصه بيشوفهم فبيبدأ يوسع لهم الطريق يخرجوا أو يدخلوا فبالتالي ما بيسببش أي إعاقات ليهم تمام يبقى مسموح إن هو يعمل فرماتا ولكن مش مسموح إن هو يعمل سوستا يبقى هنا كمان الباسو كارابيلي بيكون عليه سينيال السينيال اللي هو ده اللي احنا شايفينه مكتوب عليه باسو كارابيلي وبيكون موجود عليه العلامة دي وموجود عليه رقم التصريح رقم التصريح لأن الكلام ده بيدفع له فالتصريح ده الرقم بتاعه أو اللي هو نوميرو دي اوتوريزاسيون بيكون مكتوب عليه ويكون موجود من كمان اسم لينت اسم لينت اللي هي الهيئه اللي هي بتطلع التصريح او بتطلع الاوتوريزاسيون وعاده بتكون الكومونه فهنا بيبقى مكتوب اسم الكومونه وهنا العلامه وهنا باسو كارابيلي وبعد كده موجود في رقم الاوتوريزاسيون يبقى هنا باسو كارابيلي اي اونا زونا ديلا سترادا هي منطقه من الطريق او مساحه من الطريق مالها كونسنت بتسمح لاتشيسو بوصول دي فيكولي بوصول الايه المركبات على بروبريتا بريفاتي للملكيات الخاصه لاترالي على سترادا لاترالي اللي هي موجوده على جانبي الطريق موجوده على جانبين الطريق موجودين مثلا بيكون في جراج او كورتيلي او اتشترا حاجات ثانيه جراج اللي هي الجراجات طبعا وكورتيلي اللي هي الفنايات هنا deve essere corredato da apposito segnale طبعا ان هو لازم يكون corredato da apposito segnale زي ما احنا قلنا ان هو لازم يكون في segnale معين apposito segnale اللي هو ده بالشكل ده che riporti اللي هو بيكون عليه lente lente قلنا ان هي الهيئة اللي بتكون عادة الكومونة وال numero di autorizzazione ورقم التصريح in corrispondenza يعني في حالة وجود
in corrispondenza del passo carrabile, يعني في حالة وجود الباسو carrabile اللي هو ده è consentita, يعني مسموح la fermata زي ما احنا قلنا الوقوف المؤقت او التوقف المؤقت, ما non la sosta, ولكن التوقف الدائم لا, neanche del proprietario, ولا حتى للمالك نفسه, لمالك ايه المكان نفسه, تمام؟ يبقى هو ده الباسو carrabile. بعد كده معانا passaggio a livello. Passaggio a livello يعني ممر سكة حديد, يعني احنا ماشيين وفجأة بنسمع صوت كده معين وبنشوف نور احمر نور قدامنا ونشوف ان هي اتقفلت قدامنا حاجات اللي هي الحواجز مرة واحدة هنا لان في قطر هيعدي, تمام؟ يبقى هنا ده اسمه passaggio a livello. بيكون في ايه بقى passaggio a livello؟ طبعا هنا علامة العلامة السكة الحديد, اوكي, دي حاجة. تاني حاجة بيبقى فيه علامات, العلامات دي بيكون عليها خطوط حمراء, ثلاث خطوط حمراء ب 150 متر, يعني هنا باقي 150 متر على السكة الحديد, خطين حمر يعني 100 متر, وخط واحد احمر ب 50 متر, يعني كل خط احمر ب 50 متر من المسافة للسكة الحديدية, تمام؟ دي حاجة. ممكن يكون في باريرا, باريرا يعني يكون حاجز كامل, كل ده بيتقفل مرة واحدة, اوكي, باريرا. وممكن يكون في سيمي باريرا, سيمي باريرا يعني ان هي بتتقفل النص بس, سيمي باريرا, يبقى باريرا وسيمي باريرا, تمام. وممكن يكون في كمان, بيكون في كمان اللي هو لوتشي روست, يعني بيكون في نور احمر, وبيكون في كمان ممكن يكون في حاجه سينيالاسيوني, يعني ديسبوزيتيفو اللي هو جهاز اللي هو بيعمل سينيالاسيوني اكويستيكا او بيعمل صوت, بيعمل صوت, جهاز صوتي. ممكن يكون في حاجه اسمها كروتش دي سانت اندريا او علامه سانت اندريا, تمام. هنشوف مع بعض. هنا passaggio a livello اللي هو ممر سكة الحديد, il passaggio a livello è un attraversamento a raso, يعني هو عبارة عن attraversamento, معبر, a raso, قلنا a raso معناها ان هي allo stesso piano, allo stesso piano يعني على نفس المستوى, a raso. يبقى هنا il passaggio a livello è un attraversamento a raso tra una strada, ما بين una strada ed una linea ferroviaria, ما بين طريق وما بين linea ferroviaria, خط سكة حديد. In un passaggio a livello si possono trovare, في passaggio a livello ممكن نلاقي barriere, barriere اللي احنا قلنا اللي هي بتكون حواجز كاملة, barriere, او semi barriere, semi barriere اللي هي بتكون انصاف الحواجز, pannelli che indicano la distanza, pannelli اللي هي دي, اوكي, كل واحد فيهم ايه بانيلو, يبقى هنا بانيلو 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 بانيلي اللي هم بيعملوا ايه, كي انديكانو لا ديستانسا, بيشيروا للمسافات, كل واحد فيهم طبعا احنا قلنا كل علامه حمراء ب 50 متر. ديسبوزيتيفو دي سينيالاسيوني اكويستيكا ا كامبانا, يعني بيكون في جهاز للتنبيه الصوتي, اوكي, ا كامبانا بيكون في زي جرس كده. لوتشي روس يعني نور احمر, وهنا كروتشي دي سانت اندريا اللي هي علامه سانت اندريا. وبكده بنكون خلصنا الجزء الاول, ونلتقي ان شاء الله في المره القادمه مع الجزء الثاني والشرح الرخصه الايطاليه على جي اس ار عربي. شكرا لكم.